بركز في تفاصيلهم وبركز الناس بتبص لهم ازاي، وبركز على ملامحهم قوي ازاي ممكن يكونوا متضايقين او مبسوطين. وهي ماشيه في الشارع دايما بتبص على عيون بعض الشباب الساخرين من البلينات بألفاظ غير معتادة، ولأنها تعرضت لموقف مشابه خلاها تبدأ بحملة حبي نفسك. بسنت القاسم 22 سنة، طالبة بالفرقة الرابعة في كلية الإعلام. وأنا ماشية في الشارع وأنا في الجامعة شفت كذا موقف قدامي، بنات تخينة بتعدي مثلا قدامنا في الجامعة صحابي يتريقوا عليها. من شهر ونص تقريبا بدأت أركز على الموضوع ده، من ساعة ما أنا تعرضت لموقف شبيه بده. كنت ماشية في الشارع، ولد اتريق عليا، أنا معرفش اتريق ليه، قعدت أبص حواليا أنا، قال لي أه ومشي. بسنت قررت تحرير البدينات من القيود اللي بيفرضها المجتمع عليهم، وده من خلال معرض رسومات لبدينات بهود شورت وجيبة قصيرة وميو وفستان من موضة السبعينات للدلالة على جمال مظهرهم ومحاولة لزيادة ثقتهم في نفسهم قدام حجم الانتقادات اللي بيتعرضوا ليه من الأصدقاء أو الغرباء. المعرض هيضم أكتر من 50 لوحة إن شاء الله، هعمله في ساقية الصاوي إن شاء الله، يبقى في شهر 10 أو 10. هيكون جنب اللوحة نفسها كلام معين بيوصف الموقف والشعور نفسه البنت ممكن تحس بيه أو الأنثى عموما. أما السبب اللي خلى بسنت تبدأ حملتها بالرسم للتعبير عن رفض البدينات للسخرية من جسمهم، البنت بقى ماشية في الشارع هي مش عاجبة حد، مش لازم يرمي كومنت رخم أو يضايقها، عادي يعني تبقى ماشية واخدة حريتها، لأن الحاجات دي أو الكلام اللي بيتقال وبيضايقها ده بيضايقها نفسيا. مثلا أنا على فكرة وقت ما حصل لي الموقف ده قعدت أسبوع مبنزلش من البيت ومتضايقة جدا وبس. بسنت شايفة إنه نظرة قطاع من المجتمع للبدينات نظرة سطحية، لأنه السمنة ممكن تكون مرض أو إفراط في الأكل، وأيا كان السبب ده ما يديش الحق لأي حد إنه تكون البدينات عرضة للسخرية منهم. كريم شيخ، برنامج مصر الجديدة، مع معتز الدمرداش.